زي حضراتكم، يا رب تكونوا بخير. خلونا نحاول قدر الاستطاعة نستبين الأوضاع في ليبيا بعد هذه الكارثة الطبيعية والوضع الإنساني أيضا الكارثي في ليبيا الشقيقة. الحقيقة الدكتور أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. يعني تعازينا مما لا شك فيه باسم الإعلام المصري والشعب المصري، طبعا يمكن وصلكم التعازي من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإعلان الحداث 3 أيام، ومهم عندنا أن احنا نعرف يعني آخر المستجدات لديكم في ليبيا من حيث عدد الضحايا، عدد المفقودين إذا كانت هناك أرقام واضحة، وأيضا عدد الجرحى والمصابين. بداية عزانا واحد، فنحن إخوة صحيح. إخوة العروبة وإخوة الدم وجيران المنشأ وحتى في سلالاتنا متقاربين طبعا، فلنا عرق واحد في نهاية الأمر، فالعزاء واحد لنا جميعا. ثانيا أشكر الشعب المصري على دعمه هذه الكارثة وللوقوف ضدها وحصر عدد الضحايا والانتشال والدعم الذي قدمته مصر لنا، فلا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر لكل الشعب المصري على هذه الجهود التي قام بها. نتحدث عن أعداد ضحايا في كارثة طبيعية داخل مدينة أثرية، لربما اليوم هذه المدينة كانت يوما ما انطلاقة للفتوحات الإسلامية في المغرب العربي وقاومت الاحتلال الإيطالي، إضافة أنها هي تعرف باسم مدينة الصحابة. مدينة الصحابة اليوم تحتاج إلى إسعاف، بل وتنزف دما. سجلنا في مدينة الصحابة درنا ما يقارب عن 3000 قتيل، والحصيلة ما زالت في ازدياد. أيضا هناك حوالي 7000 جريح. المفقودين عدد لا متناهي، قدرناه ب 5000 مفقود، لكن الواقع هو أمر من هذا وأدهى. ربما نضمد جراحنا بأن نكذب على أنفسنا في بعض الإحصائيات، وهذا أمر وارد صراحة، أن هناك مناطق في المدينة أو جزء من المدينة اختفى تماما من على سطح الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا عن أعداد الضحايا سيد أسامة، وحالتهم قد إيه يا دكتور؟ يعني حالتهم وضعها إيه؟ بالنسبة لأعداد الإصابات وصلت حوالي 7000 مصاب، ووضعهم متفاوت بين من الخفيفة للمتوسطة للخطيرة. منهم فعليا من سيتم علاجه بالخارج عن طريق دعم وتطوير خلال خدمات العلاجية. أيضا الشعب المصري تشارك في وجود طائرة للإسعاف من أجل نقل المصابين بعض الحالات إلى دولة مصر الشقيقة. أيضا الحكومات يعني سواء شرقا أو غربا تقدمت لمشروع دعم أيضا خدمات العلاج لهؤلاء المصابين في المستشفيات. طبعا مستشفى المدينة في حد ذاته هو أصبح مستشفى مقتضى، لذلك تم إنشاء مستشفيات ميدانية يتم بعدها بعد تلقي العلاج الأولي فيها إخراج الحالات من المدينة ونقلهم إلى مدن بعيدة، مثل تبرق، مثل القبة، مثل الشحات، مثل مدينة بنغازي. أيضا العمل جاري على قدم وساق من أجل أن نعثر على بصيص أمل في ناجين، على الأقل هذا ما نبحث عنه الآن. يعني دكتور أسامة أرجوك اعتبر أن يمكن البرنامج وحلقة اليوم وهذه المكالمة هي منصة ومنبر لكم أمام المنطقة العربية بالكامل وحتى العالم، علشان قولوا لنا محتاجين إيه ونقدر نساعد إزاي، يعني إيه اللي لازال الشعب الليبي يحتاجه وشكل المساعدات المطلوبة، وبإذن الله يعني يتم توفيرها قدر الإتاحة. صراحة يعني بداية أشكرك كما شكرت مصر الشقيقة وشعبها الشقيق. أشكر كل الشعوب التي تقدمت لنا بالدعم من الشعوب العربية سواء تونس، الإمارات أو السعودية. الجزائر أيضا أعلنت أنها ستوجه 8 طائرات إلى ليبيا بالدعم. كل هذا الدعم نتقدم الشكر إليه، لكن ما مطلوب الآن هو الدعاء لمرضانا بالشفاء ومصابينا عفوا بالشفاء، والدعاء لنا أيضا أن نجد ناجين في هذه الكارثة التي حلت بالبلد وحلت كالصاعقة على ليبيا التي لطالما كانت تضمد جراح العديدين في العالم. فاليوم نحن نتحدث عن نزيف فعلي في ليبيا، لربما لم نشمل الشمل بين الغرب والشرق والجنوب وجمعهم في مدينة واحدة.
من أجل أن يضمدوا جراح وطن يعاني من الشتات أحيانا. دكتور أسامة، يعني أنقل لك مرة تانية تضامننا واستعدادنا الكامل دائما للدعم والمساعدة، ولا نتمنى أن نسمع عنكم أبدا أي شيء غير جيد. كل مصر قلوبها معاكم، كل مصر أكيد بتدعي ربنا لصالح الشعب الليبي. أشكرك جدا دكتور أسامة علي الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا الشقيقة.